السلام عليكم أعزائي المشاهدين، اليوم طبختنا الجديدة راح تقدمها بنتي العزيزة، وأتمنى لكم التوفيق. السلام عليكم حبايب، وهلا بكم بأكلات عراقية وشرقية. إن شاء الله سنة حلوة عليكم. اليوم راح نسوي معجنات بخبز البيستري، أو تقدرون تسوونه بخبز البيتزا. هسه فرشناها وجاي نمدها مثل ما تشوفون. بعدين راح نسوي على شكل شجرة، شجرة الكريسماس. وهسه راح نشيل الأطراف، وبعدين هاي الأطراف راح نرجع مرة ثانية نمدها حتى نسوي شجرة ثانية ونخليها فوقها. وهسه خططناها مثل ما جاي تشوفون، لازم تكون بخط متساوي. وهسه احنا العجينة اللي مديناها راح نخليها جوا اللي خططناها اول شي، وناخذ القياسات بالضبط، والزوايد نطلعها بعد ما راح نحتاجهن. تقدرون تسوون بها اي شكل تردونه. فهسه الشكل الثاني قلبناه، وهمين كذلك راح نرجع نخططه بالخطوط على نفس الشكل اثنيناتهن، بس نحددهن اول شي، بعدين راح نرجع بالسكينة ونقصهن. هسه راح نجي نحشيها بالنوتيلا، او تردون مربى او جبن او اي شي انتو تحبون تكون الحشوة مالته. فاني هنا انا حبيت نوتيلا اخليلها، فبما انه انا من عشاق النوتيلا. هسه جبنا العجينة الأولى سويناها وخلينا فوقها لفة بسيطة، بس راح تكون هيك بشكل ملولو. حلوة هاي كلمة ملولو، عجبتني. وهسه راح نجيب الزايد نسويه على شكل نجمة كبيرة تقريبا تكون، راح نشيلها ونخليها فوقها فحتى تصير على شكل ستار. نجي هسه بهاي البيضة راح ناخذ بس الصفار ونخلطه، بعدين نجيب كاسة ثانية بها لون اخضر او اي لون تحبونه اذا حابين تلونونه، واذا ما حابين تلونونه تخلونه بس الاصفر راح يطي لمعة للشجرة، فاني حبيت الونها شوي. وهسه راح نجيب اللون الاحمر الون بها الستار الموجوده، او اذا عندكم لون اصفر، انا ما كان عندي متوفر اللون الاصفر. اصلا هي بدون الوان راح يكون لونها كلش حلو ذهبي، لان البيض راح يعطي اللمعه. وهسه خلصت عندنا ولوناها، بس راح نزود هنا شوية باللون لان صار عندي خفيف. وهذا هو، ودخلناها للفرن. الفرن راح يكون بحرارة 180 فوق وجوا، وراح يكون وقت الاستواء تقريبا من 15 إلى 20 دقيقة وحسب حرارة الفرن. هنا عندنا العجينة الثانية، راح نفردها شوية ونجيب صحن على شكل دائري ونقصها ونشيل الأطراف الزايدة. هنا راح نقسمها هالنوب الى 4 اقسام اذا حابين، او 3 اقسام. راح نحشيه هنا نوتيلا، والجزء الثاني راح نحشيه مربى الستروبري او البلوبري، كيفكم اي او شكل انتو تحبونه، او حتى الجبن اذا تردون تحشونها. هاي العجينة الثانية اللي زادت راح نرجع نفردها مرة ثانية حتى نكون غطى للعجينة الأولى. فهمي راح نجيب الصحن ونقصها على شكل دائرة، صارت عندنا جاهزة. راح نجيبها ونخليها فوق القطعة الأولى، بس شوي راح نفردها لأن كانت شوي صغيرة،
مثل ما تشوفون فردناها ونقص الزوايد نشيلها حتى يعطينا شكل احلى مو مخربط. فهسه جبنا القلق مال المربى نفسه نسوي على شكل دائره هيك بالمركز يصير، ونقسمها الى 4 اقسام. نجيب شوكة ونسوي بالأطراف كشكل حلو مخطط يكون. فسهمشنا الأطراف زايدة عدلنا شوية، فهسه راح نقصصها حسب الرفع يعني الحجم اللي تردونه. وهسه راح نبدي نلفها مثل ما جاي تشوفون، راح يطلع بعدين الشكل مالته كلش حلو. فهنا العجينة ما انقصت عدل، فانتو خلوا بجانبكم المقص فحتى تقصون حتى ما يخرب الشكل عندكم، وهم براحتكم لفوه حتى ما يخرب الشكل ويطلع حلو. اصلا هي بلاي فرن حد هسه شكلها كلش حلو، هواي حبيت الشكل. فهسه من جبنا البيض ما راح الونه بهاي، ما عجبني الونه، فخلينا صفار البيض وراح يعطينا لمعه كلش حلوه. وهسه خلصت، ومن ندخلها للفرن جهزت. وهذيك الثانيه همين اجت جهزت، وخلينا عليها الايس كريم ورشينا عليها سكر البودرة. والف عافية وشكرا على المشاهدة، ان شاء الله عجبتكم، سهلة وسريعة وجدا جميلة. ولا تنسون الاشتراك بالقناة والمشاركة بين الاصدقاء ولايك، وشكرا.